انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. في الحقيقة نشكر جمعية دار البر على ما تقوم فيه في هذا الشهر الفضيل من إفطار الصائمين، آلاف الصائمين في الدولة، ونشكر كل الأيادي التي تقدم العون في هذا الشهر الفضيل. هناك أسر محتاجة في الحقيقة، هناك أسر دخلها بسيط جدا، هي مجاورة للمساجد، هناك ناس، هناك أرامل محتاجين حقيقة لمثل هذه موائد الإفطار. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، هذا الشهر هو شهر الاغتنام، شهر الفرصة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في شهر رمضان. استقبل جمعية دار البر زكاة أموالكم وصدقاتكم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني darelbir.ae وعبر التطبيقات الذكية ومن خلال الرسائل النصية وأيضا التحويلات البنكية لحسابات الجمعية. الهاتف المجاني 807. خلك في البيت، لا تشلون هم.